الحمد لله، الله يحفظك. لا لا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهد، كي الله داير يبارك لاباس فيك، كي دايرة أمال؟ كل شيء مزيان؟ الصحة، العائلة، كلكم بخير؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله وشكرا، اللهم لك الحمد. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة رشيدة، كي دايرة لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يحفظك أستاذ. كيف كيفاش معاك؟ الأحوال بصحة عندكم؟ وكلشي بخير؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله. الحمد لله. كيف درتوا مع هذا الجو هذا؟ الحمد لله أستاذ، بارك الله فيك، الله لك الحمد. الحمد لله، إلا الله قلت يحمينا لكم بشي تكونوا كيما. بخير وعلى خير. الحمد لله، الله يحمينا بشي كيما. يا ربي امين، يا ربي امين، هذا هو اللي نطلبه من الله سبحانه وتعالى، ونتمنوا من الله يرحمنا كيف قلتوا بشي شتيوة هي اللي خاصه الوقت، خاصه مانيت. وعليكم السلام ورحمه الله. عزيزه كي دايره؟ كل شيء بخير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. يا الوغ البنات، انا غادي ندير واحد الليستة قدامي، واحد لا ليست، غادي ندير الاسماء. المهم الحاضرات معانا غادي تفضلوا. كاينه عزيزه، كاينه امل، كاينه الاخت رشيده خطابي، شكون اخر اللي معانا؟ البنات اللي ما ذكرتش، أمينة مازين، مرحبا، مازال ما سمعتكش، مرحبا. شكون آخر؟ السلام عليكم، معك هند وكذا. مرحبا بنتي هند. السلام عليكم أستاذ، كدير؟ معك ابتسام. مرحبا بابتسام، ألو راه تلاقيتو غير المشاغبات، يزيدوا يلا. شكون آخر؟ وعليكم السلام ورحمة الله. معك فاطمة من القصر الكبير أستاذ. فاطمة القصر الكبير. شكون آخر البنات؟ غنديرو غنديرو الغياب، غنديرو اليوم الغياب. وعليكم السلام ورحمة الله بنتي. معك زينب من بليكا. مرحبا بنتي زينب. وعليكم السلام. شكون اخر من هنا؟ جوج ربعة ستة ثمانية، دونك 10 11. الوغ البنات معانا الاخت اسميتها، غادي نبارطاجيو معاها الرابط، لانه راه طردتها من سميتو، ماشي طردتها، قصيتها من المجموعه. غادي نبقى غتكلف يا استاذه. لا صافي، يلا صيفط لها الرابط. صافي سي بون. وهنا اشنو هو الدور ديالنا حنا دابا؟ هاد الاخت سهام راها فتحات قناه ديال اليوتيوب، اجتهدت، دارت شي فيديوهات، شفتهم معها، انا شخصيا قنعتني بانه عندها محتوى ديال محتوى يعني هادف، طريقة الشرح ديالها
ولا التمكن ديالها ولا السلاسة والطلاقة ديالها وهي كتأدي هذوك الفيديوهات. عجبني بزاف لأنه أعطات واحد الإضافة بطريقتها باجتهادها بالتمكن ديالها، وهنا بغينا نرحبوا بها وبغينا نشجعوها كاملين وبغينا نزيدوا نقويوا لها الشخصية ديالها والثقة ديالها في نفسها إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونادى بينما تلتحق بينا غادي نتكلفوا بها إن شاء الله، وطبيعة الحال الأخوات يعني راه بلا ملي غنعطيوكم الرابط راه كلكم غادي تشوفوا القناة ديالها، ومنها تعطيو حتى الانتقادات النصائح ولا الاقتراحات ديالكم. هادشي كله يعني راه عادي أنه الإنسان يستفيد من هذه المسائل هذه ديال اقتراحات وكل ما يهم، شي حاجة اللي نقدروا ننجحوا بها القناة ديال بنت نفسها. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم أعضاء المجموعة. وعليكم السلام المشاغبة أسماء. أعتذر على التأخر أستاذ. زيد زيد راه جيتكم تلاقيتوا المشاغبات. نعم. كنتي لاباس عليك؟ كبرت شوية. الحمد لله بنتي، الله يبارك فيك، اللهم لك الحمد. الله يشافيك. الله يبارك فيك. لاباس على أمينة وعلى عزيزة. نتمنى البنات كاملين يكونوا بخير. الأخوات كلهم بخير على خير. نعم. الله يبارك فيك، الله يحفظك. دونك شكون آخر البنات اللي التحقت وباقي ما سجلتش الاسم ديالها؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس عليك، صحة لاباس. الله يبارك فيك بنتي، مرحبا. الله يطول عمرك معاك نزهة أستاذ. مرحبا بنتي نزهة. الو، هادو هما الملتحقات بالمجموعه على ما اظن، رشيد الخطابي واستاذتي العزيزه، اتمنى من الله. المهم شي ميساج كتبته الاخت رشيده، وممكن انها تكلف. خدي الميكرو ديالك رشيده، ما تعذبينيش انا نقرا. واخا استاذ الله يستر عليك. ان شاء الله لا متواصله معنا ان شاء الله باذن الله، غادي تبقاي معنا ان شاء الله. دونك البنات غادي نديروا واحد اللمحه، غادي ندخلوا للقناه ديال سهام، نشوفوها بون، نشوفوا الشكل ديالها. يمكن ما غاديش يكون عندي الصوت، ولكن كتبان لكم البنات ما كتبانش. على العموم وعليكم السلام ورحمة الله. واش حوالك أستاذ؟ شحال العائلة؟ مرحبا بصبيحة، مرحبا مرحبا. مشاغبة رقم شحال؟ رقم 11. هذا هو
مرحبا مرحبا بنتي، مرحبا. الو، كيف قلت لي الاخوات، انا غادي نحاول ما امكن نبروجيكتي لكم لا شين ديال سهام. سهام راكم كتعرفوها كاملكم، كانت حتى هي كانت باقيه معانا ودارت واحد القناة خاصة بها، هي هذه اللي كنشوفوا فيها. قناة سميتها نادي شمس للخياطة والفصالة وأفكار للبيت. كنتمنى تكون واضحة بلا بروجيكسيون وجيسبيغ. المهم على العموم، نادي شمس للخياطة والفصالة وأفكار للبيت، هذه قناة الصديقة ديالكم سهام محرز. وكيف قلت راه غادي نصيفط لكم الرابط ديال القناه، غنحطو لكم في المجموعه ان شاء الله. سهام كيف قلت هنيئا لها، هنيئا لها استاذ، انا وجدتها، انا كنت ربما اول ابوني معها. نعم مرحبا، انا معاك كنحاول. هنيئا لكم كاملين، هذا راه انجاز من الانجازات ديال المستفيدات ديالنا. هادو بنات شهيد، تبقى في الدروس تاعها ثاني تشوف في استاذ شهيد ثاني. عاودي هذه الكلمه، ما سمعتكش صالحه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، يعني ديجا انت شفتي لاشين ديالها ياك؟ لا، راني تبع فيها طول الدروس تاعها، تبع فيها. نعم، برافو برافو، الله ميسر. وهذا حلمي، حتى انا حابه نعمل كيما هكا. وان شاء الله، ان شاء الله. نفرحك معايا يا استاذ، ما نقدرش نزيد نخبيها اكثر من هيك. نجحت في الثروات شارلي تخبيا. محدد، ماشي شارلي هكاك. نعم. كنسمعك بنتي، كنسمعك. زمان يعملش هذه قبل معاك، كان في القماش العادي تاع الصيف، بس المرة هذه عملته في القماش في تاع الشتاء، ومحدد واقف كيما سروال كلاسيك. كيف لبسته بنتي جهه خيبيا، انا حسيته ناجح 100%. هذا وين سوي؟ الله يرضي عليك. المهم فرحتك. المشروع الثاني زوز مشاريع، واحد في النص وواحد في النص ما كملتهمش، كي نكملها نزيد نبعثها. ان شاء الله، ان شاء الله. المهم مريسات، ما كنتش راضيه على روحي حتى بكيت، بس اليوم فرحه. لا شوف، هنا غادي ناخذ لكم انا واحد ليكزومبل اللي غادي ناخذه. انا راه كنت كنتمنى تلتحق بينا سهام، ويمكن باقي ما سالاتش، اولا يمكن غتكون تتصور شي فيديو ولا كتوجد شي حلقه شي درس من الدروس ديالها. نتمنوا لها الخير. وهادشي دخلت سهام. مرحبا بنتي سهام، لاباس عليك. انا معاكم قبيله، ملي كنتي كتعرض الفيديو في يعني على السبوره. الو سهام، لا كيف قلت لكم راه غتكون تتصور. دابا راه ملي كيكون الانسان كيصور راه ما كيساليش. لا
الله يجزيك بخير ان شاء الله. عقبال لكم كل واحد بحال قال الاستاذ، كل وحده وتشقق داكشي اللي هي باغه. يا ربي امين، وحنا محظوظين محظوظين بالاستاذ شهيد. هذا ما كان اختي، الله يخليه لنا. يا ربي امين. ألوغ بالنسبة لهذا الحوار هذا وهذا النقاش، حنا معانا سهام قناة نادي شمس للخياطة وفصالة وأفكار للبيت. فكرة أنها تدار القناة كانت فكرة جيدة، بخصوص أنا كنلمسها في سهام وراكم عارفينها، راه كانت دارت لكم دي فيديو اكسبليكاتيف في المجموعه ديال الصغار سبيسيال رمضان، من تما شجعتها ولقيت بانه عند هذيك موهبه ديال الالقاء، الموهبه ديال توصيل المعلومه. هاد الحويجات يعني ملي كنقولوا كاين الموهبه كيخصها شويه ديال الارشاد، شويه ديال الدعم، وان شاء الله غادي توفق، لانه كتاخذ الامور حتى هي، ماشي كتشكر فيها لانه تلميذ شهيد، وانما لانها عندها واحد كيف نقولوا دائما لو سافوار فير. ملي كنهضروا على لو سافوار فير، كاين شي حوايج اللي كنتقنوهم وكاين شي حوايج اللي غير كنعرفوهم سطحيا، كاين شي مسائل اللي كتكون طاقات داخليه وكيخص الانسان يبرزها على ارض الواقع. وهادو من الحويجات اللي كاينه في سهام وبانت لينا، وكنتمنى اي وحده فيكم اللي عندها واحد 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 الافاق، عندها واحد الموهبه، عندها واحد افكار باغا تطبقها على ارض الواقع، تتفضل تقول بسم الله. البنات انا ما غاديش نقول لكم حاليا بانه راه كلكم كنتكلم دابا، يعني ملي كنهضر على سهام كنهضر على المجموعه كامله ديال سبيس ديال الكلوب ديال لي برو. اولا ما سهام كانت من الاوائل اللي تسجلوا مع شهيد، يعني الاوائل، دارت تخصصات ديالها خاصين بها، زادت تعمقت وتخصصات في السيرفات واللباس الرياضي، دارت دورة كوينية على حساب العصري واختلافات السروال وما إلى ذلك، تسجلت معكم في المجموعة ديال سبيسيال رمضان، دخلت معنا الكلوب في نفس الوقت. فاش كنتواصل معها كنلقاها بأنه كتبحث كدير دي ستاج وكتقلب على المعلومة منين تلقاها ومنين تجبدها. مني كنتكلم هكذا ماشي كنقول انها ما باقي باقي ما كتعرفش، مي عندها داك الحب وعندها ديك الرغبة باش تكون الخدمة ديالها بارفيتمون بارفيت، يعني في قمة الإتقان. اخر مكالمه قالت واحد الكلمه، لانه فاش كنكونوا كان يعني فاش كنكونوا كنتبعوا هاد الحوارات ديالنا حاليا اللي كنكونوا كنناقشوا فيهم حاليا، قالت لي بانها دارت مع واحد السيده اللي لقات فيها حتى هي يعني العطاء بسخاء والنصائح من القلب، وفي نفس الوقت هنا تذكرت شي مره يمكن قلتها بانني حتى انا في البدايات ديالي راه كنت نقلب على المعلومه، كندير دي ستاج، كنمشي عند لي طايور، كنمشي عند الشركات، كنقلب يعني كنقلب نثبت ذاتي وناخذ الخبره اكثر واكثر. وهادو من الحويجات اللي عجبوني في سهام وكنتمنى لها التوفيق. كيف قلت البنات، يعني كاملكم راه درتوا دوره اولى ثانيه ثالثه، تخصصتوا درتوا وهاد الحويجات كاملهم. كاين البعض اللي كيشوف فيه ضاع الوقت، ولكن البعض ماشي من الكلوب،
يعني دابا راه دوزتو لي فورماسيون ودخلتو لهذا المجال ديال الكلوب، نادي ديال المصممات ديال الازياء ديال لي برو. ملي كنقولوا لي برو يعني محترفات، يعني كنتو واحد النخبه متميزه اللي كتقلب على الافاق وكتقلب على الجديد وكتقلب على المعلومه. ومن ضمن هاد المسائل انا كنتكلم دروك وكان نقدر كنحاول نعبر على داكشي اللي نتوما عايشينه، وحتى الا كانت شي مساله اللي غادي تكون راني داير واحد لا ليست راه غادي نبدا نعيط لكم وحده بوحده. الدوره ديال التقليدي، دوره ديال لباس المحجبات، الكورساج، دوره ديال هادي، دوره ديال يعني الناس اللي معايا، يعني كنهضر على المجموعه ديالنا حاليا، سواء من المغرب، من خارج المغرب، من الجزائر، من ليبيا، من يمكن معنا شي اخت من جوبونس في الكلوب على هاد الناس، كاينه اسبانيا، كاينه في ايطاليا، فرنسا، المهم كاين شي دول اللي معنا اخوات اللي مشاركين معنا. وتبارك الله مرحبا بالاخت جازيه، دونك نسجلوا جازيه. انا اليوم راه كندير لكم سميتو الغياب، وكنشوف المشاغبات اللي كيديروا لنا الشغب في سميتو في المجموعه. كنا كنتكلموا على درنا الدوره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وباقي كنحس بكم انكم متعطشات لاي حاجه اللي جايه قدامكم باغي تعرفوها. وخير دليل على هذه المسائل اللي تنقولها هي النقاش اللي دار مؤخرا في المجموعه ديال النقاشات. هذاك النقاش ان كان يدل فهو يدل على هاد الحويجات اللي كنتكلم عليهم، كيدل على انه بنات شهيد كيقلبوا على يزيدوا لقدام ويضغطوا المسائل ديالهم ويضبطوا الشغل ديالهم اكثر ما يمكن. الو الملتحقات يعني اللي التحقوا بنا مؤخرا دابا بعد شويه ديال الروطار، غادي نقول لكم بانه معنا اليوم ضيفه، ماشي ضيفه كتعرفوها مجموعين، راها سهام صاحبة قناة نادي شمس للفصيصالة والخياطة وأفكار للبيت على ما أظن هكذا. أنا راه غادي نحط لكم الرابط في المجموعة، وكنتمنى تشجعوها هذه الأولى، والثانية حتى إلا بانت أفكار وانتقادات، من تنقولوا الانتقاد يكون انتقاد بناء. هذا ما غاديش لان كنعرفها مزيان وكنعرف بانه متقبله للنصائح ومتقبله للانتقادات، يعني راسها صغير ماشي من اللي كيتكبر وكيحس براسو بانه راه واصل. وبغينا نشجعوها كاملين، وحاليا غادي تطلقوا كاملكم الميكروات ديالكم وغادي نصفقوا لها تصفاق ديال الله يستر ليها. هذا نكملوا التصفاق بعدا نشجعوها، كانوا هذا ديال التشجيعات بحال حشمانين. فوالا هكاك شجعوا لنا، شجعوا سيام. الو مرحبا مرحبا، وهذا كيدل على بانه ترى كيف فرحانه باختك سيهام. ان شاء الله الرحمن الرحيم. شي كلمه من صالحه ملاحظه في حق الاخت الرائعه سهام، نقدر نعبر؟ تفضلي. بالنسبه
عندي رايك استاذ شهيد، تحضيرها كان رايع للدروس، اذا يعني ذلك الالقاء تاعها يتضح انه تحضيرها المسبق كان جيد، اللي خليها عندها ثقه بنفسها وهي تلقي. الالقاء تاعها كان رائع ويشمل بين صفتين، مختصر يعني لا فيديو تاعها يشتري للطلاب، الالقاء تاعها كان ولا الدرس تاعها يكون مختصر وفي نفس الوقت شامل، يعني معلومات تحس روحك تتشبع بالمعلومات من الحصه تاعها، يعني كم معلومه يضرب وجهين بطريقه سلسه ورايعه. اللغه تاعها كان يعني عندها لغه واضحه، التمهيد تاعها تبدو تمهيد شامل، يعني حتى استاذه في قسم ترى في بيت معنا كاينه اللغه تاعها واضحه، اللهجه تاعها كاينه اليانان، انتوما مغاربه كيف عاديين اليانان الجزائريه اللهجه تاعها فيها جاذبيه تجذبني نحب نسمع، نحب نبقى نسمع ليها. موضوع تاعها دايما هادف، يعني موضوع رائع، سواء واحدة مبتدئة ولا حتى واحدة يعني تتخيل مركز ذات، هي تعطيها الأساسيات كويش بلاف موزن عدد ترسع المشين الانترنت، يعني معلوماتها جيدة. وكونها كان يعني معنا في الدورة تاع سبيسيال وتشاركنا مع بعض ومع الأستاذ اللي رأيت كون تعني وستري واسكي أستاذ جيد، حسها قناة ثانية أو مرحبا مرحبا صالح، هادو كلمات في حق سيام غادي يزيدوا يشجعوها ويزيدوا يعطيوها دعم وثقه نفسيه ان شاء الله. مرحبا، نشوفوا عزيزه. عزيزة بصري. يا الحمد لله أستاذ. معش سوزان أنا شو بديها دار؟ كلمة في حق سهام هذه بقي ما كتعرفيهاش، ولكن تدخلي القناة دابا غادي أشنو في كلا اللي غتقولي ليها على أنها دارت قناة ديالها خاصة بها. فوالا مرحبا مرحبا. بالنسبة للأخت رشيدة نتمنىك تكون باقا عندك الكونيكسيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نتمنى التوفيق، كل التوفيق لبنتنا سهام، وهذا كيدل بكل وضوح على أهمية الانتماء لأكاديمية شهيد مون، لأن ماشي غير دروس فقط تعطى وتلقن، بل هي دروس تتحت على أساس التتبع والمواكبة ومحاولة الأخذ باليد ديال المستفيدات ومحاولة تشجيعهم، وهذا شيء يحسب لصالح أكاديمية شهيد مود. وكنتمنى لكل الأخوات أنهم يحققوا الأمنيات ديالهم من خلال الدعم والتوفيق والتشجيع ديال أستاذنا شهيد وديال أستاذنا حنان. مرحبا رشيدة، أنا عندي واحد السؤال. رشيدة عندي لك واحد السؤال. نعم أستاذي. أشنو هما الحويجات اللي كتوجديهم لينا نتيا إن شاء الله؟ بالنسبة للإنجازات ولا بالنسبة بروجي 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 كمشروع؟ البروجي كيرتبط أساسا بالمشروع ديال بنتي وئام. صافي الله يسخر، صافي الله يسخر، موجز. إذا باقي ما بغيتيش تكلمي عليه ما نتكلموش عليه حتى نشوفو. بالعكس هي خلاتها لكم سوربريز، ولكن ان شاء الله غادي تحاول باش انها تكلم على اساس ان في ظرف كيف ما قالت لكم في البدايه انها في ظرف ثلاثه اسابيع استطعت انها تغوص في هذا العالم الساحر اللي قلت لك ديال الخياطه والفصاله، لان تمكنت من شي حويجات، لان عطيتيها الاليات ديال الاشتغال وعطيتيها الاساس اللي كتحكمنا عليه دائما، وهي الان في اطار انجاز هاد المعطيات هذه
ان شاء الله، وغادي تشيد بالدور الفعال وبالتشجيع وبالدعم اللي عطيتيها، لان رجعتي لها الثقه في نفسها. كان مجرد فكره ضبابيه، ولكن انت حطيتيها على لي غاي، على السكه ديال بحال القطار اللي كتحطو على السكه. وانا نيابه على ان ربما هي ما غاديش ما مشاركاش معنا يمكن في هذا، لا اليوم ما كاينش. نعم اي نيابه عليها كنشكرك، وكان نشيد بواحد ما عرفت كيفاش غادي نسميها، ولكن الكلمات عاجزه على انها تعبر على ذاك الحنو، على ذاك الابوه، على ذاك، لانك انت كيف ما قلت لك دائما راك اب روحي بالنسبه لكل المستفيدات. ومره اخرى تنشجع الاخت ايهاب، وكنتمنى التوفيق لكل اخوات، كل الاخوات اللي تحت اشراف الاب الكبير والاب الروحي الاستاذ شاهين. وعاد غادي نتكلم من بعد على القضيه ديال الاخت عزيزه والسؤال ديالها في المجموعه اللي غادي يجي الوقت ديالها. احنا داخلين ليها ان شاء الله. أمينة مازين، أمينة بقى معنا؟ السلام عليكم. المهم كنشجع الأخت سهام، أنا شخصيا ما نقدر نقول حتى شي حاجة لأنني باقي ما شفتش القناة ومتنعرفش هاد كفكرة 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 كفكرة. مبروك عليها، وهذا كتحدي نفسها بتحدي ديال الجميع باش دير قناة وتعطيها في محتوى هادف. مادام شهدتي لها بهذا الشيء راه كاين، وهذا هو اللي كاين واللي كنضمنوا لها، هي حنا راه غادي نتابوناو معاها ونشجعوها ونشجعوها في لي كومونتير ونزيدو لها في لي في. هذا هو اللي كاين. الله يسخر. وشكرا. بقى هند بقى معنا، الى ممكن تتكلمي هند. مساء النور استاذ. مساء الخير ابنتي. الصوت شويه هند بحال الى هي هند كيمشي لك الصوت. هند قطعي الميكرو وعاودي اكتيفي. مزيان دابا مزيان. كنتمنى مسيره موفقه الاخت سهام، واذا كان كيدل لهذا الشيء على شي حاجه فاكاديميه الاستاذ شاهين بلاد كتجني الثمار ديالها، واخا وحده ومورا وحده، واخا باقين في البدايه، ولكن اللهم لك الحمد العقبال. اي وحده كتمنى شي حاجه توصل لها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذه خطوه، هذه خطوه جريئه بالنسبه للاخت كانت معنا ودارت قناه ديالها، راه ماشي شي حاجه اللي سهله. كنتمنى لها مسيره موفقه. شي افكار كتدور في بالك هند؟ الا بغيتي تعلمي عليهم مرحبا، بغيتي تخليهم حتى من بعد مرحبا. لا ما كاينش حتى شي حاجه اللي نخبيو، غير انما بالنسبه لي انا باقي عندي بحال بزاف ديال الطرق، ثلاثه ديال الطرقان، وانا مازال مطابش المعلومه. مرحبا. اي حاجه خاصني بغيت نعرف اكثر. مرحبا ان شاء الله. نشوفوا الاخت ابتسام. السلام عليكم. مرحبا ابتسام. اولا نهنى الاخت سهام، وهذا ماشي غريب على سهام بحكم المعرفه ديالي معها، وبحكم انني خديت معها دوره في سبيسيال رمضان. سهام دائما كانت متعطشه انها توصل للامام، يعني دائما كتطمح انها تكون احسن، دائما كتبغي ما كتقنعهاش المعلومه، ما يعني هذا انطباعها انها تعمل هذا الشيء. قياس الخير قياس الخير ابتسام. لا قياس الخير قياس الخير. لا هي راه كل تقريبا راه ما كنعينوهاش، ولكن هذا لا قياس الخير بان راه بحالك بحالها. هذا هو المعنى ديال قياس الخير. نعم نعم تفضلي ابتسام. هذا دليل على الطموح ديال
ديالها باغيه توصل لواحد الحاجه دائما اكبر، يعني بحكم ان في هذا الصيف تكلمت معها، يعني الاخت دائما كتطمح دائما، يعني ما كتقصرش على واحد الجانب. وذكرتني بواحد المملحات كما كتقول مستملحات من داير الاخت، حتى على ستاج نفس الشيء، حتى على ستاج انا عملته. الله يرضي عليك. الخلاصه عملته لظرف اسبوع واحد الثمن 200 درهم سيمانه، يعني انا ما محتاجاش هذاك المبلغ، ولكن محتاجه ومتعطشة انني نخدم هذيك الخدمه باش نعرف لا فيني وشنو فيه. الله يستر عليك. راه هذا هو النموذج. علاش قلت لك قبيله قياس الخير؟ انا هذه المعلومه ما كانتش في راسي ديال انك بحثتي على السطاج، ونورمالمون لي سطاج راه كاينين دي سطاج اللي كنخلصوا عليهم باش نديروا لي سطاج، يعني لانه كتخلص يعني كتادي على السطاج باش تستافد من الخبره ديال المحترفين. وبرافو عليك ابتسام، برافو برافو. ميتين درهم وشنو درت بها؟ كانت هي متل عاشورة، خديت ولدي شريت له واحد السيدة معايا، تغدينا بيتزا وشريت له منها ديال عاشورة. يعني هذيك الميتين درهم ما غاديش تبقى، ولكن اللي خديت باش نوصل المعلومة للأخوات أن هذاك الأيام اللي دوزتها صباح وعشية وتسبعة الليل، يعني وشتا واحد الآخر، وحاولت انني الطبع ديالي، يعني كيقولوا الطبع يغلب التطبع، حاولت انني ما نبانش الهيئه ديالي انني بالتطبع، انني ماشي عملت راسي درويشه يعني، والله يجمعنا مع الدراويش. ولكن المعلومه اللي بغيت نوصل هذا كله تعطش على الفكره باش تدخليها. والاخت سهام كانت دائما